يلا دقيقة بس أنا بغيت أشغل. بعدين الحين بقى بقى الو، هلا اها، هلا هلا والله، كيف كيفك؟ الحال؟ طيب والله تمام الحمد لله. وش التأخير تسيب ده؟ يعني لمتى بالله؟ نعم صحيح. والله لا، شيكت 11:30، ما كان في احد ترى. لا مو معقول، انا ودحم هنا من الساعة 10. مستحيل. اسأل دحم. صادق صادق. يعني 10، بس مو 10 كاملة، 10 شوي. لا، 11:30 انا مشيك، ما كان في احد. حقيقي صدق توني جاي ان شاء الله، من توني الدار؟ لا، واضح توني من جاي. هالدرجة مجنون عاد. يعني قلنا يمكن لا سمح الله تشككني بنفسي عاد، صعبة كذا. تو ماتش. ها لا كذا كثير. ها ما مرة صار في اللعبة. يلا الحين تشوف، ادخل البث وتلقانا موجودين في اللايف سيدا. بس انا جالس اسوي شيء، انا ما ادري وش، بس ودي احذف البثوث القديمة ذي. لا انا ودي تصنع السلاح اللي قلتك عليه. دقيقة اصلا خلينا نشوف وشو السلاح اللي قلت لي عليه. الفاس الكبير، والله اي الفاس الكبير مرة قوي. حلوين. دقيقة اذا انت جيت ملعبي مرمين. يا شيخ اني ادخل اخذ ليش فلوسي. تحب تلعب بأسلحة كبيرة؟ مرة قوي، خطير جدا. ليه الفاس نعم. صغير يعني؟ فاس حتى حق ذاك كبير. لا، الفاس اللي يقول لك عنه كبير ودمجه كذا شوي، اسطوري يعني السوينج حقه بطيء. زي هذا مثلا. خلي اسوي سوالف. كلب. طيب حلوة. ما مشى معك البث صح؟ لا، توري ادخل. اوكي يب، دخلنا في الباب. خلاص تعال. على المكان هذا أسوأ مكان صراحة، لأن أضيع فيه كثير. ايه شفت المكتبة اللي على يمينك هذه، اللي تو مريت اللي ذبحت عندها واحد، ايه هذه تفتح عندها، تفتحها. هنا تفتح؟ إيه. لا، مو هنا، قدام شوي يعني، مو بعدين من في هنا المنطقة يعني. هذه بس شوي. ايه بس شوي قدام، بس هذا اختصار ينفتح لك. انا بطلع شوف لابن تستخدم الكلب ذا. قدام، اطلع مع ال درج ايه، وبعدين امشي يمين الدرج، ايه روح يسار. انزل ولا يسار في طريق هنا قصدك؟ لا يسار فوق، يسار فوق اوكي هنا. لا طبعا انت صح. يسار، فاتوقع انه من هنا. ايوه يمين، في فتحة كذا غريبة. يمين في فتحة. يمين على طول، في فتحة كذا غريبة. توقع والله ما ادري ترى، توقع. مخفية هي ولا لا، مش مخفية، الطريق واضح فيها. لا؟ اذا طريق واضح ما فيه. اذا الطريق واضح ما في اجل قدام فتحة. اول مش سيدة. لا، ما المكان مو مخفي، لا تضرب الجدران، المكان مو مخفي، ما في شيء مخفي في المكان هذا. دقيقة بس اعطني فرصة. اجل انا فهمتك كذا، من الناس اللي واقفين عندك كذا لابسين زي النار كذا.
هاي ياب اللي فوق اللي يرمون عليك ذولي طريق من عندهم تروح لهم فوق. شلون والله ناسي المكان واضح اصلا بداية. انت قاعد تروح يمين تحت. لا روح يسار. اصبر روح يسار مع الدرجة ذا دغيزة. انا كني فهمتك يعني بس دقيقة. طلع عليك. ايوه طلع عليك رجل صح. لا تنزل. حلو. ايوه دحوم ايش سويتوا اليوم؟ من هنا الطريق صح؟ ايه من هنا الطريق من عند هذي. والله نايز دمج. ايه دمجه مرة عالي طورت كثير. في تاري كان في الباب ذا شي تفتح الظاهر. والله تحت يعني. اي تحت شوي في كتب كذا تطلع لي وتمسك. ايه هنا 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 قالي دمجونك بس حاول ترجع شوي تحت. ايه رجعت تحت. شلون الذاكرة؟ حلو حلو الذاكرة موجودة. يضرب كل شيء الا الصندوق. افتح لك شيء بعد صح؟ اصلا ما ابي الصندوق. فتح غرفة فيها صندوق. اوكي اوكي اوكي. شكرا مرة احس في شيء مو طيب. لا 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 بس عشان اني ما اتذكر عرفت؟ ان هذا وش يفتح؟ اتذكر انه في شيء هنا. والله اعطاني اشياء حلوة. ما اتوقع خواتم نفس الخواتم. اسمع خطواته بس مدري وين. لا كمل. اكتب الوصفة ذي. خلنا نخلص ننزل. والله بطيء اتحرك بسرعة. ليش ما يمكنك حاول ما تموت. اوكي ما اقدر يعني. المكان مرة سيء يعني بس فين هي لاجي. افضل شيء انك تعطي بالي الصغار وانشد. ودي بس انا بيجي يلحقني للابد فهمت؟ لا لا حلو حلو انك تفضل ما عشان تقدر تمشي في بالي الدخل. يذبح ذاك اللي يرمي عليك سكيلز لانه اذا ذبحته ما يرجع يرسم. اي واحد اللي هناك يطلق. ايه سيد مع بلارة. ديك انت تذبحه.
ترى في غابة شباب، هنا في باص ما له داعي، بس صغير. تمام. هذا وش بعد اللي قلت لك؟ ساحر صغير. معك يا اخوان. كيفه؟ ولكم. ولكم. حلو حلو هذا دام. هذا دام ذبحته ما يرسبن مرة ثانية. اوكي هذا وش الحين؟ هذا يطلع على بوس؟ ايه يطلع على بوس. خلني اشوف بالله. انا ابغى هذا يا اخي، شلون اوصل له؟ لا 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 مو في المكان هذا، المكان هذا يطلع. يبي افتح هذه. نايس. نزلني ما طلعني. ايه حلو حلو تفسها. في فوق سولت هي باخذها. ارجع معه مرة ثانية ولا هذا يفسح شيء ثاني؟ لا لا ما يفتح. ارجع معه. اه صح 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 لك سالك صح صح. لا لا ما يتحرك. اه ما يتحرك. اوكي اوكي ارجع. اه شفت هذا المكتبة اللي قلت لك عنها اللي ايه؟ تنفسه؟ ايه هذا يوديك من هنا. في زر للمكتبة ولازم ندور على الطريق المختصر هذا، عرفت؟ ايه اوكي اجل دقيقة شكله من هذا الدور. صح صح طريقك ترى، اتذكر انك تمشي من هنا تطلع برا بعد. في جزمة هنا. كم باقي معك هيل؟ لاني ما ترى 5. حلو رجعت فيني صح؟ نايس والله. ترى لازم تطلع برا، في مكان يطلعك برا. هنا هذا لازم تدوره. تذكرت ذيك ام الكتب. ايه نفس ال نفس الاسلوب. اطلع برا وين يا صديقي؟ برا من نفس الباب اللي دخلت منه يعني؟ لا تطلع نفس المكان ذا، تطلع برا تروح تلف لفة طويلة عشان تفتح الباب. في باب تفتحه من برا ارى. ايه في برا اصلا ما كان فيه اسانسير وباب، والباب تذكر الاسانسير اللي كان مقفل في البداية؟ ايه هو نفسه صح؟ هو اللي انا باك تفتحه، لان هذا الطريق المختصر للبوس ارى. ايه دقيقة دقيقة. هو برا برا في شارع. ايه برا بس برا بس وين برا؟ دور برا وين. لا لا بسيط من ذاك. تنهدم ذا. اه صح. كانك قاعد ترجع انت. ايه هو ارجع لانه الباب الشارع برا. لا 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 ترجع. انا اقصد برا من فوق، من فوق المكتبة. كلامي ترجع في السطوح. في السطح؟ ياب في السطوح ترجع. ويجونك كذا اثنين كبار بوسين غثيثين. اجل شكله ميني بوس يعني. الابيض ذاك اللي بسرعه ويضرب كثير. اتوقع. لا 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 مو من عنده. لا لا ما ذكر من عنده. ما ذكر من عنده. امشي امشي صح في مكانك. هذا توني افتح هذا شكله من هنا. لا مو من هنا، هذا طريق مختصر برضه. هذا الشارع ترى اللي اقول لك. روح يسار. هذا هذا هو. وين؟ هذا كم؟ اوكي ما زال مقفل.
ايه انت رجعت، شفت شلون؟ انت رجعت البداية. ايه رجعت البداية انا. طب ايه نجلس وانا هنا بطل شوي، نجلس نهيل بتحسها غلط. بيرسبنون بيرسبنون، لا 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 بيرسبنون. ايه احنا ذبحناهم، بالحملية انت ساكن. هلا العب. ما انا بلعب والله، ماسك جوالي قاعد اناظر الايفون النصاب. اخي استغفر الله، مؤتمر مضحك صدق. ما في اي شيء غير غير ان الاقيكم الزر والتايب سي صراحه فاشل والوان. وشو رجع الزر يعني؟ لا هو اصلا كان كليك صار زر قصامت صراحة. مرة ما ارتحت لهم. بس الله ما في اي اي صراحة اهبال فعليا يعني. احس انه منزلوا يقول ولا 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 يقولوا ما نزلنا شيء. انت ايه فعلا ليك رشاشة صارت بزفت البث حقك. انا بتحمل الباكت. لا لا قلنا لك انا حسبت من عندي، طلعت دخلت وزفت. شلون اعرف ان زفت ولا مو زين ولا زين؟ مقربة بعدها. شلون الشاشة مقربة؟ ايه شلون مقربة؟ مقربة مايلة يعني. ناظر سناب، ناظر سناب. اللي عشان اشوف ما ادري ايش صار من زمان ما فتحت. الحمد كذا صاير الشاشة. إيه انت لو ترسل انا شفت. يلا. اوه قصدك الكاميرا داخل اللعبة يعني ولا البث نفسه ولا ايش؟ ايه الكاميرا كذا. كاميرتي انا وانا الفلف يعني؟ لا بالبث. البث نفسه الكاميرا حقته سيئة. دحين مصور لخمس ثواني، المفروض اتعرف على المشكلة فيها يعني، وش دعوة؟ واضحة هي لأن ما يبي لها شرح. أنا ما شفت، ما أدري وش الخلل. أرجع مرة ثانية للعبة عشان كذا يعني الآن كذا صار زين. ما أدري ترى، ما أدري وش تبي. كذا مثلا. مرة انت في تأخير بث. طب صور لي، صور لي مرة ثانية. ما رجعت انت عشان اصور لك. يا الله البث مرة بطيء. مرة متأخر صح؟ مرة. طيب نرجع للتويتش. ارجع للعبة عشان اشوف. ترى هي قريبة يعني، ما لها حل. المكان كذا خايس. صار افضل من اول. في ضبط. خلاص يعني. نوعا ما مقبول. ايه. فالحين صار كامل. افضل بكثير من اول. ايه. هنا ما في. ارض مرة كذا لاصق. جولة ما تطلع. هل التأخير أكثر بتويتش ولا باليوتيوب؟ أتوقع باليوتيوب لأن اليوتيوب دقته مرة عالية. بس التأخير كذا بيك يعني معقول؟ نت سيء أتوقع، النت اللي له علاقة بالموضوع ولا؟ لا البث نفسه يكون في تأخير ترى. لا نتي كويس ونتي مو بشين يعني. لا نتي انا اتكلم، نتي انا. لا نتي كويس. لا تنزل، مو مع الناس. انزل مع ال في الدرج الثاني. اوكي نايس عليك.
صح الطريق صح عليك. بس ما يودي ذا. الا اصبر كانه تكلم زي ما تودي مكان. يسار يمين، شوف يسار يمين الكر يسار كان قوي ذا. ايه اللي لونه احمر يجي شوي معضل. هذه طيح. لا 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 ما اتوقع من هنا. لا لا مو من هنا. نفس المكان هذا كذا تروح ما يسار يكون مفتوح. قد يكون. شوف شيك شيك يسار اذا في شيء. انا ما في ما في خلاص. خلاص ما في ما في. اتوقع الطريق من هنا. بس بدل ما نروح يمين نروح يسار. يصير يسار وفوق اطلع كمل. يا اخي اتذكر في زر ثاني بعد تفتح او بتنسى من هنا. تدري خلني ابحث اشوف لاني والله المكان مضيع جدا. خايف معاك. لا 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 هنا يا ويلي انت هتموت. صدق يمكن مكانك صح؟ انا باجيك يا بالمكان. والله كثير كذا كثير ليادي ذي. شكله ما يبغاني يجي هنا. الا هنا المكان بس ما ادري وين بالضبط. خلنا رضاعة هيل. كأنه عندك هنا في كيرست. اي لا لا مت مت بس دليت. خلني اشوف دليت شوي برجع بس اشوف الطريق الحين. مليون هيلب سولز راحت. والله اني بفايتهم كلهم ذولي مره ثانيه وثالثه ورابعه. صدق الطريق كان صح؟ كان حرفيا شفت اللي مت عنده؟ طريق من عنده فوق بالضبط. تبغى ارسل لك مقطع تشوف؟ اربع دقايق خليني اذبح من الحرام.
انزل طالع لك يعني بنفسك. اوكي انا كاني عرفت الطريق شوي. الله عليك صح صح طريقي كذا. هنا الجاية اللي قافل صدق يعني. جبنا في القافل. اطلع مع الباب اللي فوق اللي وراك. يا رجعت منه. انت بلاي يصير فيه كارس. حلو نايس والله. صدق وراك وراك. الجاية اسهل. ترى في اثنين ميني بوس اسحب عليهم واركب اركب على ثلاث فايتة. بعدين اذا تبغى تحط خطط تنزل بعد ما لا يصير. صار الطريق ما ادري. ايوه. لا ارجع. هذا هو الأخبار. أعرفك ذبحته كثير. أوكي راحتك. أوكي ذبحت اللي هنا. طيب بعدين ورا الطريق ولا وش؟ في واحد إيه ورا. أتوقع إنه مستحيل يكون من هنا. أنا خلني أشوف تأكد. لأنك تو طالع اللي مكتبها. لا لا مو من هنا مو ترى مو طايح. ارجع ارجع ورا. ايوه ايوه صار باقي لي ضربه بعدنا صح؟ برا راح حصلت الثاني. مات؟ ترى المكان مرة سيء كان نهاية. كنت حاط موت هادي نبي. والله جلدني. مات؟ والله جلدني. طريق مرة ممل لين توصل عندهم. قلت لك اسحب صراحة. المشكلة ما اعرف الطريق يعني فحتى لو سحبت شغلني يعني عرفت تسحب لين ما تحصل الطريق. يعني ما ادري. لا لا الحين اصلا كنا اسرع من المرة الماضية يعني. لين من عند الكبير يسار على طول بعدين يسار بعدين في نزلة تنزل معها ويمين تروح بس اوكي ما عليك. الحلو انك تحت طريق المختصر هذا فصار يمدي نوصل بسرعة. صغير ذا بثر من حتى في إلدن رينج صار موهوب اكثر يعني في إلدن صار عنده موهبة. يجهروني يجهروني. ذبح صار عنده لياقة والله. اخ بس نط على ظهري وضع عني في راسي وخويه الثاني شو يسوي؟ يرمي علي سم. يلا ابلع.
ارسل لك المقطع اللي بس وديك لين اخر شيء. ارسل لي خليني اشوف بس اخر لحظه وانا اروح. ايه بالضبط هذا اللي لان بعدين ترى يجونك ثلاثه تطايتهم بدك تسحب عليهم وتروح تفتح الاليفيتر قبل ما تطايتهم لانهم بيذبحونك. تبدا تعيد من اول وجديد قدم لين ما تحصل الطريق اللي كنت فيه قبل شوي. ويجلس الحك للأبد. اوكي شوف المقطع الحين يلا تفضل من كمان في كسوف يا ولد ده ناعش صح صح طريقي لا لا ما في شيء تضربه صح الطريق لا تضرب صح جدران يضربه واحد جدا جدران ما شاء الله كده بار قدامي صار في نجمة تنزل معاه امسك اليمين عاجبني القى مهاطف ما تقدر تذبحني هنا نايس حصلته اه نايس طيب في الحين بيجونك ثلاثة انتبه اسحب عليهم اوكي ايوه بيجونك ثلاثة اسحب عليهم دقيقة اقوية مرة يعني ولا يمديني اشقطهم مرة ما تقدر واحد ميج واثنين كذا يهبدون في راسك طيب الحين الطريق من هناك من الدرج الطويل لا 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 مو من هنا مو الاختصار هذا يفتح لك تحت توك مريت منه لا لا بس قدام هو سيده شفت المقطع خلني اشوف اي شوف المقطع بالله كيف احد يطلق الوضع اوكي نفسيا يعني عرفني وين اللي ذا دس 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 ايه موجود على الديسكورد فالتا والله سخافة صراحة ينطقطقون على ابل ليه؟ ما غيرت شيء لا بطارية ولا بطارية بطارية ما غيرها تفخرون بالفايف زوم اكس فايف يعني خمس مرات من يوم ما شفت امس المقطع حق طقطقة سامسونج توقعت انه في مصيبة بتنزل ابل والله شوف سامسونج خلاص يعني اصلا بالنسبه لها ايفون
مو منافس قد ما هو انه له شعبيه بس. هواوي هواوي عطت ابل كف اسطوري بالحركه ذي كف، عرفت اللي إيه. انت شفت ارسلت لك المقطع، انا شفته يحن شلون الو شفت اللي مشغله بالطياره النت ايه اوه هذا اللي صرت من ينزل منه صح ايوه اخر شيء ترى بعد الثلاثه عرفت شفت حصلت فهمت انا خلاص. اسحب عليهم وروح انا البيت وبعدين ارجع لهم رجعني الشارع يا بهذا الاليفيتر انا من البدايه يلا 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 طلقنا بس اذا ذبحتهم بعدين ما يرجعون يرسبنون بس احنا اهم شيء نفتح الحصار لان البوم فاير اللي عنده هذا اللي بتستخدمه كل ما تروح للباص هذا صراحة اخذ البوم فاير وارجع ثاني لو سمحت ترى انا ما من اللي سحبه من اللي حجز رجعه شلون انا جيت بس ما سحبته يعني معي What? Oh, nice. راسي صدع بالي ما انفتح من لا لا انفتح ليش تهج؟ ليش؟ ليش تنورني؟ ذول البحر عشان ما يرسلني كلش عشان ما يرجع لا 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 تروح الزاوية اه يا بوك كان ما ضايق يا ابن الكلبة ربيتك فعلا كان حركة جيدة تروح تفتح بعدين ياب اكيد لاني مثل ده قهرامي جدا انا انقهر مشكلة باقي لي لمسه يعني ما باقي لي كثير اقول لك يدمجون والميج الحمار اللي يدمج من بعيد يا رجال اصبر له هذا تعامل خاص تدري لو تسحب عليهم عادي بعد لاني البوس يمين وهم يسار لا انا ابغى شخص انت اوكي هيا لابن الكلب تعال تعال والله اعطاك دوز على الافاك اللي كنت تسويه والله هيا الكثير رايك الموضوع ما يستاهل شخصنا يستاهلون والله بس ما كنت كم مرة بالكذا بس تدري ليش ما ابغاك تفايتهم عشان تدخل مع البوس الحين انا داري تبغاني ادخل بهيل الجديد صح ايوه بالضبط خسحب عليهم خلاص لان البوس صعب والله خلني بدخل اشوف البوس لانه بدي بس نفسي فيه هم يسار روح يمين عادي ترجع لهم
هتطول عند الباص ممكن ما تخلص اليوم ترى. انا داري بس ابغى اشوف ايش سالفته وكذا. قهرته ذا الحبي. كنت هيئة نفسي. بابا يا عيني. لا بقيت هوجي سوف سرير. اسحب عليه ورحت ايده خلاص. ما فاتك خويك. ما بقى شيء ما رميته يا كذا. اللعبة والله تنرفز اللي يشخصنون مثلي. سلاحك تقدر تحط عليه نار ورعب ولا ما تقدر؟ اتوقع اي بس ما تقدر على شيء. كل اللي دخلت عليهم قرفتهم بدون ما احط شيء. اقصد بدون الحداد نار وبرق في شيء تحطه على السلاح؟ اي بس انه ما في ولا شيء عندي ما ادري. اقدر احط بويزن اقدر احط لا بدون الحداد اقصد. اي بدون الحداد اشياء كذا زي هذا مثلا هذا اقدر احط هذا اسمه مدري شو بلايز ماجيك تو رايت هاند اوبن بس مدري شو يصير ميج دامج ميج. اوكي الطريق وين تقول بس احسن هناك سيدة مرة سيدة. سيدة سيدة مرة في انميز اسحب عليهم كلهم لا تفايت احسن لانهم بيرجعون يرقبون حتى لو كذا. ايه هذا حتى المين تحط على السلاح ترى قليل معك اثنين وقيم ديك تشتري من العجوز. الباب ذا ينفتح ولا بيجلدوني كثير؟ ايه ينفتح هو المكان للباص اللي انت تتحمل. لون معي يعني من القهر. ايه اتوقع يمديهم يدمجون داخل للاسف يعني. لا دخلت قصدي لانك قاعد تفتح لانك قاعد تفتح الباب عرفت. لا ايه اوف اوف بالعرض حقه رهيب. ويلكم ام كيندلد وان هالوينر اوف سندلز ماي ديو. احرق عليك البوس عشان ما تطول معه. شلون تحرق عليه؟ دقيقة بس خلنا العرض ذا. اي شوف العرض وشوف الفاينل. عشان في حركة يسويها في نفسه. اصبر هذا كنا اول واحد اللي ضربناه. اللي تلف عليه وتضرب ورا يعني. لا لا لا. كم سيفه حلو. قصته حلوة جدا صار. نايس دامج دامج وحياد والله حتى هو والله ما ادري ممكن تخلي نايس دامج والله اهم شيء تشوف الدامج يديك تزيد الدامج اذا حطيت عليه من الاخر. عندك جوله هو يعني؟ لا ما عندي الضربة الأخيرة الضربة الأخيرة ما شفتها مت ما أدري كيف كم زاد الهيل عندك تحت؟ الهيل بلس كم؟ ستة والله قليل ما قليل جدا. ولا تقدر في أماكن أنت ما رحت ولا أخذت بالله
يلا هذه اخر اذكر البوس. ليش؟ دوام بكره دوام مدرسة. اذا طول غالبا الظهر برجع له لعن والده والدي. بس والله ما ادري اتوقع اني ممكن اقدر اشيلها الان يعني في الزياره دي. انا اقول تقدر تشيلها الحين وتنام بعدها علشان بكره تلعب مع البوس فايت اخر بوس فايت بنتبدا بالمرحله الخمسيه. ما هذا اللي كنت افكر فيه. شلون؟ اني اخذ امبر يعني ولا وش؟ تقدر تاخذ امبر بس انا ودي انك تذبح البوس هذا عشان بعدين بكره تذبح الفاينل بوس. بعد كذا ذبحت خلاص عرفت نبدا بالمرحله الثلجيه. خليك تحمل الهزمه ذاته. مع ان صراحه ما اتوقع بس يلا فرصة نهيل بس. قام يخرب بيت معاك رجول ليش ما تقوم؟ ما معي رجول. شلون تو قام؟ ما يقوم على ركبته. طيب الكلب يلعن امه بهيل. حرام ضيعت ضربة والله كنت ابغى اهيل يا اخي. يلا يلا بكره لان لو تغطى على نفسي مستحيل اقوم من هنا الا الفجر. احرق عليك ولا لا؟ شلون تحرق علي؟ يعني قصدك ايش بيصير بعده؟ لا لا مو بنفس الفايت يعني. وش قول عادي. ترى له فيز ثاني. بالله يعني ده يدوب ابتدى؟ ياب له فيز ثاني والفيز الثاني اخوه يركب فوق ورا ظهره. ولازم تضربه من ورا. نفس الهيلث حقه هو. لازم تضرب اخوه قبل ما تضربه. لانك لو ما ضربت لو ذبحت الاصلي هذا قبل ما تذبح اخوه يمديه ريزه. يعني يرجع للحياه من جديد بنص هيلث. يعني تلعب ثلاث فيزات بدل ما تلعب فيزين. يا ساتر يا رب. طيب كيف اضرب اخوه لحاله؟ ما تقدر اخوه ورا ظهره. تضرب ورا ظهره كلهم ياكلون الدمج. اوكي اوكي. اذا ضربت في الظهر الكل يموت. الكل يتدمر. ايوه بس حاول انك ياب لانك لو ذبحت الاول والثاني بيقعد يريزر. يعني تخيل انا لعبت ثلاث فيزات ضده. في شيء ثاني بعد برسل لك مقطع إيه حق تعلم واجيك حق